يا باشا انا اتخانقت، انا بس عبنهد معاك. اخره كام؟ هو زي ما قلت لك 300 يا باشا، هو اخره 350. مش عاجبك اتفضل. اتفضل والله العظيم انا قلت من الاول، هي عندها حق. ايوه ماما اتفضل. السلام عليكم. وعليكم يا حاج. بص يا حبيب قلبي، قبل ما اتكلم في اي حاجه، هو اخره 150. بص بقى يا حبيب قلبي، احنا كده كده اصلا زباين المحل ده من زمان قوي، ايام ما كان والدك هو اللي بيقف فيه، فهتكرمنا ان شاء الله. والدي ايه يا حاج؟ ده اللي افتتح النهارده. والله إيه؟ طب مبروك. بص هجيب لك اخواته كلهم يشتروا منك، هيخلصوا لك المحل. هم انا وحيد، هو انا عندي اخوات بس يا حيوان. حاضر يا حاجه. والله ما ينفع اللي انت بتقوليه ده. شكلنا هنطول النهارده. وادي قاعده يا حبيبي. يا حاجه خلاص خديه ب 100 وارحميني. ما كمل اول يا حبيبي، بس هاخد عليه الشراب ده هديه. يلا يا كلب البحر. ما هي؟ يا بنت اللعيبه، ده قبل ما نمكن عامل 350 ما كانش ينزل. انا قلت ما تجيبهاش غيرك انت.